طب لو سألناك مثلا بصفتك مثلتي كل الأدوار، ايه اللي الدور اللي فعلا بتحسي انك أديه وبتحبيه وانت بتعملي، يعني من الأفلام اللي عملتها يعني هم 3 أفلام الحقيقة بعتز بيهم، فيلم الأضواء وفيلم سيدة الأقمار السوداء وملكة ده بتهيألي الحب. دورك كان في إغراء سيدة الأقمار كان في السوداء. إغراء. أيقونة الإغراء في السينما المصرية، زارت الحرم 36 مرة واعتزلت مرتين ولبست الحجاب، وعمرها ما ندمت على مشاهدها الجريئة. اللي ما تعرفوش عن ناهي اليسري، ناهي اليسري واحدة من أشهر فنانات السينما المصرية، اتعرفت بجرأتها الشديدة واعتبرها النقاد فنانة استثنائية، خاصة أنها كانت بتملك رصيد كبير جدا من الجمال اللي كان معروف أنه مصدر قوتها. وصفوها فترة السبعينات بأيقونة الإغراء وبطلة أفلام الممنوعات. بتقول ناهي اليسري بعد سنين طويلة من اعتزالها إنها ما كانتش بتلاحق على الأفلام ولا المخرجين، كانوا كتير بيجروا وراها، لدرجة إنها كانت بتسافر تصور في سوريا وبعدها تطلع تصور في لبنان، وما كانتش وصلت حتى لسن 21 سنة. وقالت إن كل بنات جيلها كانوا بيلبسوا قصير، وكانت حلم كل الشباب والكبار والمراهقين في مصر وبره مصر. وبتوصف نفسها ناهي اليسري وبتقول أنا كنت فرسة وكان الكل بيحبني، لكن أنا ما حبتش حد، والراجل اللي حست إنها بتحبه فعلا هو اللي تقدم لها رسم. وبتأكد ناهي اليسري إنها عمرها ما ندمت على حاجة عملتها، ولا حتى أدوارها القديمة اللي كانت بتعملها من غير هدوم ومن غير كسوف، وقالت اللي مش عاجبه أضربه بالشلوط. واتولدت ناهي اليسري سنة 1947 في أسرة متفتحة بشكل كبير، حبت الشهرة والأضواء بسبب أختها الكبيرة المؤلفة سمية شكري، واقتحمت عالم السينما في مرحلة الصبا، ونصحها القريبين منها تدخل من عالم الموضة والأزياء، ورحبت جدا بالفكرة. وفي أقل من سنة اتصدرت صورها أشهر المجلات والصحف، وطبعا لفتت كل أنظار شركات الإنتاج السينمائي ليها، رغم أنها ما كانتش موهوبة بشكل كبير في التمثيل، لكنها كانت جريئة بشكل مرعب، ودخلت عالم السينما بأدوار صغيرة زي دورها في فيلم شاطئ الملح بطولة نجاة وحسن يوسف، وشاركت في بطولة مسلسل اسمه الكن. ودور في التاني بدأت تثبت رجليها في الشغلانة، وتحديدا في حتة الإغراء. وفي 1970 نقلت شغلها لبنان في الوقت اللي كان بيهاجر فيه الفنانين المصريين لبيروت في ثورة أحياء السينما اللبنانية، وبقت من أهم النجمات هناك في وقت قصير جدا. بس شهرتها الكبيرة جدا جت لها من فيلم سيدة الأقمار السوداء مع حسين فهمي وعادل أدهم، والفيلم كان فيه جرأة كبيرة جدا جدا لدرجة أن تم منعه من العرض في عدد من الدول. وفي 1974 اتعرضت لحادث صعب جدا، مات فيه أحد أصدقائها وحصل لها تشوه بسيط في وشها، وهنا قررت أنها تعتزل الفن وغابت عن الساحة الفنية حوالي 10 سنين، وكان آخر أفلامها الشيطان يدق بابك، وتعرض سنة 1976 قبل بقى ما تاخد قرار الاعتزال مرة تانية في 1990، لكن المرة دي من غير رجوع لأنها قررت تلبس الحجاب وتتفرغ لأسرتها، وده بعد ما قرأت سورة النور وتأكدت وقتها أن الحجاب فرض. ومن شدة تأثرها حجت 7 مرات وعملت عمرها 29 مرة، وشايفة ناهد أنه ما ينفعش ترجع تمثل تاني في ظل التغيرات اللي حصلت دي، أولا لأنها دلوقتي محجبة وما ينفعش تمثيل مع حجاب من وجهة نظرها، غير أنها شايفة أن كله بقى نافخ وشادد ومعايير الجمال اختلفت، المخرجين هيختاروها هي وهيسيبوا دول ليه؟ رغم أنها ما اعتزلتش رسميا لحد دلوقتي، وبتقول أنها لما جت تتجوز أول حاجة قالتها لجوزها أنا مش بنت الشعراوي، أنا بمثل وبلبس مايو وعريان وبعمل مشاهد قبلت وإغراء. قال لها ما عنديش مشكلة، وما أجبرهاش على الاعتزال خالص أو التوقف عن التمثيل، هو كان قرار منها هي أخدته ومش حابة ترجع فيه.